قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي قد كنت ذات حمى بظل محمد لا أختشي ضيما وكان حما لي. زهراء خبريني واليوم صار عليك واليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي وبعد وأدفع ظالمي بردائي. ولهذا تجد قط نفسها بأحضان علي يا أبا الحسن تقل له يا حيدر يا حيدر أنا ما أقول أن بسمار علي يا علي محصور بسمار علي ترى صوبني الرجس بالصدر بسمار يا حيدر من هجم بيتي علي وتعفرت بالباب من الضلع مكسور يا علي وتعفرت بالباب من الضلع مكسور حطب الجزل يا ابو حسين خلف الباب مسجور انا فكيتهم يا علي ولا ردوا لي جواب. بارك الله فيك. اسمع من طحيت خلف الباب يا حامل حميان انا ناديت يا بعجل لحقي خريت على العتبة يا ويلي مغشن عني ورد لي الظالم يا علي يا علي رد لي الظالم يا علي لا اختشى منك ولا يا رد لي الظالم يا علي لا اختشى منك اسمعني ولا هايا وانت تشوفه يا علي وتسمع وني ونيني ايش سوى وقف على راسي وسطر خدي عيني وانا انتحب واصيح يا فضل الحقيقي سقطوني المحسين وخلوا صدري من عام اسمع تقول لعلي علي يا علي يا علي قدامك يضربوني يا بل حسنين وانا سودا نمتوني ما عيني وديعة ال
بلد بيايا يا صاحب الزمان. مولاي ترى هالأوادم عندهم حوائجها، هالعالم في قلوبهم هموم، الناس يبي تنقض الحوائج لكن ما يدرون وين يروحون، جايين يطقون باب بيت الزهرة. سيدي إذا الباب محروق لكن الزهرة تعطنا، سيدي إذا الصدر مكسور لكن من الدق على صدره الحوائج تنقض. أبي أقرأ لك لسان حال الزهرة وهالله هالله فيها، أبيك تعطي حق الأبيات حقها. ها جزاك الله خير. يا بلحسن دمها افترى هجمة وعلى داري بالنار ما خلوني ألبس يا علي خماري، الحقني يا كريم صدري نبات من مظلومة يا زهرة. مو مظلومة، إذا مظلومة نادي وياها. مظلومة يا زهرة ثم حرومة يا غيرة الله غيرتك علي. يا غيرة الله غيرتك سيدي إذا ما ترضى خلي لساني ينشف. كذب ان شاء الله ما انطقها. مولاي علي اذا هالشيء الم قلبك لا تخليني اقول. ترضى يضربوني وبعد وتجيني لطمة فوق خدي تعمي عيوني، الحقني يا مظلومة يا زهرة محرومة يا زهرة. بيت الدعاء أسألكم الدعاء. سيدي يا صاحب الزمان هذا البيت إلك مولاي. بعدي على فقد الأبو بعدي على فقد الأبو ما نشفت عيوعي،
بعدي على فقد الأبو ما نشفت دموع علي بالك العصر يا علي تهشم ضلوع الحقني يا كرار بصدري بصدري زهرة ومحرومة يا سيدي سيدي يا صاحب الزمان فابكي وازفر لها فإن عداها منعوها من البكاء والزفير مولاي أقول لك علي من صف الجمهور علي من يهجم على الدار علي من سحط بسد الباب علي من تشبيه النار الخلت بكل قلب نار مولاي هالكلمة وأسألك الدعاء مولاي علي من ينبت المسمار الخلط بكل قلب مسمار علي من عصر والزهرة يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الأمان 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 يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم يا رب الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة يا رب المؤمنين اشف صدور
مؤمنين بظهور الحج. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة من وليك، تقبل منا هذا القليل بأحسن القبول، والأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.